السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم غنديكم معايا لواحد المكان اكثر من رائع. كما كتشوفوا من خلال الصور، هذه منطقه سياحيه المتواجده على بعد 16 كيلومتر من مدينه سيدي إفني. بالضبط سميت المنطقه سيدي وارزق، ولا ميزون اللي حنا فيها كتسمى بلا ميزون دياني، والا درتوها على الجي بي اس غادي تعطيك. احنا جينا لهاد المنطقة باش نقادو غرفة نوم بمناسبة ذكرى الزواج عريسين، كنتمنى لهم عيد زواج سعيد او ذكرى زواج سعيدة. بالنسبة لهم هذا اول ذكرى زواج، وجاو باش يحتفلوا به في هاد لاميزون ديال الدياني اللي منطقة جد رائعة كتطل على البحر. احنا خدينا صور قبل ما نخدموا على الغرفه باش تشوفوا كي كانت. وهنايا الروينه ديالنا فاش يلا تحطوا النفاخات وداكشي باش نبداو نخدموا. وفي هاد اللحظه كتم نفخ البالونات باش نعلقوهم في السقف. اخترت نشارك معاكم جميع المراحل باش تستمتعوا بهاد لا فيديو اللي حطيت لكم اليوم باش تشوفوا كيفاش غادي نردوا هاد الغرفه. وهنايا حنا سالينا من تزيين الغرفه، كما كتشوفوا هي فيها جوج ديال البياصات. حنا زينا فقط البياص الكبير يعني ديال جوج الناس. والسقف كما كتشوفوا السقف كان قسم على مرتين، يعني جهه من هاد الجهه، جهه لا طابل درنا فيها هاد الزواق، والجهه الثانيه درنا فيها في شكل في السقف على شكل قلوب، يعني قلب كبير في وسط قلب ثاني، ونزلنا فيهم هاد الخيوط ديال السينتات. وهنا في الوسط درنا هاد اللاباند ديال السينتا في الاحمر. هنا كما كتشوفوا القلوب اللي ذكرت لكم جوج، واحد داخل واحد، يعني الا كنتو ناعسين فوق الناموسيه كيبان لكم في السقف القلب. بالنسبه للناموسيه كما كتشوفوا درنا لوف، درنا ام و ا، يعني الاسم الاول من حرف العروس والاسم الثاني من حرف العريس. هذا مكان وجوج بطات مزوقين على داك الشكل. وفي الجهه الثانيه وجدنا لا طابل اللي غادي يحطوا عليها الماكله اللي غادي يوجدوا لهم في هاد الميزون دياني. هنا كما كتشوفوا غادي نحاول نصور معكم الارض كيفاش درنا سهوم بالشموع ورمينا فيه بعض الورد. بالنسبه لهاد لا شومبر، تقريبا جميع لي شومبر اللي كاينه في هاد ميزون دياني كطل كما قلت لكم على البحر. غادي تخليكم معايا حتى لاخر لا فيديو، غادي تشوفوا بعض الصور ديال يعني الخارج لا شومبر ميزون دياني، صورت لكم بعض اللقطات فيه. انا ماشي اول مره كنجي لهاد لا ميزون ديال دياني، ديجا جيت ليها مره فايته، حتى انا جيتو كزياره وعجبني بزاف. واليوم كان جابتني لي خدمه باش نخدم فيه كما ذكرت لكم في الاول ديال لا فيديو. كنتمنى في لي كومونتير تحطوا ليا يعني كي جاتكم الخدمه والشكل ديال هاد البيت كيفاش ولا. بالنسبه للناس اللي كانوا في لوبيرج يعني عجبهم هاد الشيء بزاف، والازواج تاهم عجبهم هاد الشيء، وهذه هي الريزلت اللي بغينا نوصلوا ليها. وهنا غادي نقربكم ببعض الصور ديال لا شومبر باش تشوفوا عن قرب. هذه الصوره ديال لا طابل قبل ما تحطت عليها الماكله، يعني درنا حنا الزواق اللي غيكون فيها. ومن بعد الصور ديال لا شومبر انا غادي نخليكم مع صور اللي غادي تشوفوا من خلالها المنظر الخارجي للغرف ديال هاد المنطقه. وغادي نخليكم مع بعض الصور ديال الاكل اللي كيوجدوا في هاد البلاصه. بالنسبه لهنا يعني كيوفروا السكن والاكل وكل شيء متواجد في المنطقه، يعني فاش كتشدوا شومبر عندهم هنا كيتكلفوا هما بكل شيء. وما شاء الله المكان جد نظيف ومرتب من جميع النواحي، يعني اي حاجه طلبتوها لهم كتلقاوها ما شاء الله عندهم. واخا المنطقه بعيده على المدينه ولكن كل شيء ما شاء الله متوفر. غادي نخلي لكم في صندوق الوصف العنوان بالضبط ورقم الهاتف. اللي بغى يمشي لهاد المنطقه كما قلت لكم يتصل مولات لا ميزون شخصيا، غادي يجاوبكم على الهاتف وغتعطيكم جميع المعلومات اللي غادي تحتاجوا على هاد المنطقه اللي نقد نكون انا ما قديت نعطيها لكم.
بالنسبه لهذا المنظر اللي كتشوفوا، تقدوا تشوفوه وانتم قاعدين كتاكلوا، تقدوا تشوفوه وانتم قاعدين في لاشومبر ديالكم، لان ميزون ديالي مباشره كتطل على البحر. بيبي أيوب كتشوفوا المنطقة كما قلت لكم رائعة رائعة، ومن اللي غادي تزوروها غادي تعجبكم هاد المنطقة بزاف. وكنكون ساليت لا فيديو ديالي، وكنضرب لكم موعد في فيديو جديد لاحق. واللي اول مرة كيشوف لا فيديو ديالي كنتمنى انه يتابونا معايا ويعطيني لايك ويكتب لي كومنتير في الاخر.